من كوريري ديلا سارة سؤال للرئيس هايند، في المستقبل من ترى كخليفة لكم في الرئاسة؟ سألت الرئيس مبارك من ترى سيكون خليفتك في مصر؟ السؤال الأول كان يخص من تعتقدون سيكون خليفتكم في الرئاسة في مصر؟ من تعتقدون سيكون خليفتكم في الرئاسة في مصر؟ اللي يعلم مين هيكون خليفتي في رئاسة مصر هو الله. محدش تاني يعرف، 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 محدش تاني يعرف. كي بريفيريب لاي هو يو بريفير؟ من تفضلون فخامة الرئيس؟ من تفضلون؟ من تفضلون فخامة الرئيس؟ ما يفضل الله أفضل أنا. ما يفضل الله أفضل أنا. أه 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 أفضل أنا. Thank you very much. سؤال دمه خفيف على